كيف نشفى من حب تونس؟ كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ فعلا كيف نشفى من حب تونس ونحن على مدى 3 مواسم قطعنا مئات الكيلومترات، وثقنا الكثير من المنشآت ومن الروايات والتواريخ المهمة في الأماكن اللي زرناها، وفي كل الأماكن اللي مشينا لها كان فما عمق حضاري وطبيعي، وكان هذا ستوري تيلينج اللي هو نقل بالكلمات والصور والوجدان والغوص في التاريخ والتراث لجزء كبير من الجمهورية التونسية. مشينا لتستور والنابل والباجو والغار الملح وسيدي بوسعيد وتكلسة وقربص ونفيضة وتكرونة والقيروان ورقادة والبلفيدير والكيف والمنستير والهوارية وحمام لمف والمدينة العربي متاع تونس العتيقة وكارتاج والمكنين. مشينا لقصر هلال وقصيبة المديوني والجمال والبوذر وبنان وللجم وصفاقس ولمطة وتبلبة وزغوان وأوتيك وبنزرت والباجة وجرادو وزريبة العليا وحلق الواد وعين تونجا والبوسالم والبلاريجيا والجبة وتيبار وتبرسق ودقة ولطرش والحمامات وقرقنة وتبرقة وجامة ومكثر وكسرة وجبل سرج. وباش نواصل تثمين التراث المادي واللامادي فيما تبقى من جهة الجمهورية التونسية، ويتواصل ريحة البلاد على نسمة جديدة، وهذا الموسم الرابع. مريم بن حسين. في اتجاه أماكن في الشمال الغربي، كل هذه المنطقة ينبع الجمال فيها من جمال الطبيعة. وهذا المطر اللي أصبحنا ننتظره واللي تكمن فيه بداية الحياة والفرح، المطر يربط على قلوبنا، ينظف الجو من الشوائب، خير وبركة ورحمة. هذه فرنانة، إحدى مدن الجمهورية التونسية اللي تتميز بمناخ المعتدل، هذا المناخ البارد المنعش وهذا التراب اللي يصبح غابة، وأبلغ شيء هنا هو الصمت والتمتع بجمال المكان مع هذا المطر، هذا المطر الذي يثير شجنا لذيذا يجعل مساحة للأرواح للسكينة لكل لحظة جميلة رائحة. والمطر هو عطر الشتاء، تتساقط قطرات ماء من السحاب وتشعر أن الدنيا أشرقت والطبيعة تتزين أكثر. هنا ترى بسمة الطبيعة قبل ما تجود بعطائها. وهذا اللي يبعد علينا بعض الكيلومترات هو سد بوهرتما. سد تونسي للطاقة الكهرومائية يقع شمال غرب فرنانة على وادي الغزالة وادي الليل.
نحن في اتجاه بني مطير اللي تقع في المنطقة الجبلية جبال خمير. بني مطير اللي سميوها أميرة جبال خمير النائمة وسط الغابات الساحرة ومنابع المياه والشلالات. تعود نسبة تسميتها إلى بعض قبائل مطير اللي يقال إنها هاجرت من الجزيرة العربية إلى شمال إفريقيا والأندلس بين الهجرة الهلالية وفتوحات الأندلس وما بعد الدولة العباسية في القرن 11. وتقع القرية على أراضي اتحاد قبائل الأمازيغ، يبلغ ارتفاعها 650 متر فوق سطح البحر، وهي مرتبطة إدارياً بولاية جندوبة. بني مطير من البلديات الأقل سكان في البلاد اللي يبلغ سكانها 811 نسمة تقريباً. هذا سد بني مطير هو أحد السدود بالبلاد التونسية، وقيم عام 1954 على قرية بني مطير ووادي الليل جنوب غربي عين دراهم بالشمال الغربي التونسي. يبلغ ارتفاعه 60 متر ويستوعب 60 مليون متر مكعب من الماء، وهو يزود مدينة تونس بالمياه فضلاً على استغلاله في الري لحوض وادي مجرد الأسفل. كما أقيم عليه مولد كهرومائي ينتج 20 مليون كيلوات ساعة سنوياً. تبنيت قرية بني مطير سنة 1948 لإيواء المهندسين والعمال اللي جاوا لبناء سد بني مطير. Sur l'Oued et l'île pour la construction du barrage de Ben Métir, les chantiers ont été ouverts dès 1945. Avant d'aborder les travaux qui feront de ce barrage l'un des plus importants ouvrages du genre de toute l'Afrique du Nord, il a fallu d'abord tailler dans la montagne 14 km de route et construire un village pour abriter les 2000 ouvriers du chantier. L'adduction des eaux du barrage de Ben Métir sur Tunis a nécessité dans la région du pont de Trajan des travaux considérables et en particulier la percée d'un tunnel de 914 mètres de long. Travail formidable qui a mobilisé le matériel le plus moderne et qui aura remué des centaines de milliers de mètres cubes de déblais. Le barrage de Ben Métir, avec le percement du tunnel du pont de Trajan et les 135 km de conduite qui amèneront l'eau à Tunis, sera sans contredit pour l'Afrique du Nord l'un des chefs-d'œuvre de la technique française. وتضم القرية كنيسة قديمة تعود إلى زمن الاستعمار الفرنسي. وفيها كذلك مسجد. في القرية أيضاً
فندق صغير أوبيرج وبيوت جميلة جدا، وكل البيوت هنا تفتح نوافذها الخشبية ذات الطابع الخاص والبسيط على البلدة، وأغلبها تفتح على السد وعلى روبا الجميلة الأسيرة للقلب والروح. قديما كانت هناك قاعة سينما، وكانت هناك أيضا أول قرية أطفال بورقيبة اللي كانت تأم 960 طفل في سنة 1956، واللي كانوا من خيرة أطفال تونس تخرجوا ووصلوا للمراتب العليا. في هذا المقهى، مقهى صواف، تم تصوير مسلسل حسابات وعقبات سنة 2004، وهذه صور من الأرشيف. عسلامة باي. يسلمك. اقعد شبيك وقف. وليت راجل وتبعد في القهاوية. يخلص لي قهوة وكان عندك سواقة تزيد شعلي معاك. نايب عمري ما كيفت الدخان ونكره. قلت لك اقعد. ناي نحب عرب البر هذم الكل يشبح ومحسن الرابحي محلك في قهوة الصواف هو وكريم ولدة والزوز ينبغوا في الدخان. تحب نجيبوا كارتة ونعملوا طرحش كبة. في اليوم اللي صورنا فيه كانت هذه الحبوب الثلجية تتساقط، البرد يتطاير بفعل الرياح المتقاطعة. هذا قصر بلدية بني مطير المعروف باسم قصر بورقيبة. هذا المكان يعود إلى أربعينات القرن الماضي، شيدته فرنسا تزامناً مع أحداث السد للمقيم العام، ثم استقر في بورقيبة لفترة. بورقيبة كان يقضي شهور هنا، وأول مجلس وزاري خارج قصر كارتاج كان في بني مطير. هذا القصر يتسع لأكثر من 99 غرفة. ومن هذا المكان فما قدامنا جبل الصليح وجبل الحوامة وفرنانة وبورتما. سي مجيد ورتاني قيدوم بني مطير يحدثنا عليها.
نحن الآن قصر الرئيس الحبيب بورقيبة اللي كان يقيم فيه في أول الاستقلال كان يسيف كان في بنتير، وتشوفوا توا هذه المساكن، المساكن هذه المضخمة شوي كانت مساكن للمهندسين والإطارات العليا، والمساكن هذوم الصف الثاني والثالث كل مساكن للعمال. كانت موجودة الكنيسية وقاعة الأفراح والوتيل بنوهم لأجل باش يتفرطوا فيها ويأدوا الواجبات الدينية متاحهم في الكنيسية، وعندهم قاعة سينما. بعد ما القرية ذي بدت من عام 1945 البناء متاحها بدأ، تواصلت البناء متاع هذه كل ثلاث سنين، وفي 1948 بدوا في بناء السد. السد بدوا من 48 كمل 54، الاستغلال نتاع السد بدا سنة 1954، والسد هذا يمول العاصمة بالماء صالح للشراب. فيه محطة تصفية المياه بنتير، وفيه مولد ليزين نتاع ستاك الكهرباء. كيف كيف السد هذا نتاع تصفية المياه يمول الشمال الغربي بكل. والجامعة هذيك وقت جاي؟ الجامعة بدا في الثمانينات، في أول الثمانينات، معناها بتكاتف الجهود، وكانت ستاق عاوناتنا وحدات باش بنينا الجامع. ثم كان جامع الفتح، جامع الفتح الوتيل اللي كان وتيل نتاع الفرنساويين، كان مولاتها مدام فريتس، كان وتيل للفرنساويين وقت الاستقلال عام 56. وقع ثلج كبيرة في تونس، وقع يلقوا برشا موتى أطفال صغار موتى في الشوارع نتاع تونس. وصل الخبر للرئيس الحبيب بورقيبة، عمل اجتماع بالوزراء، قال لهم يجب نخموا في حاجه ننقذوا بها الاطفال، ذاك الاطفال الشرد واليتامى وكل. ولوا حلوا قريه اطفال بورقيبة اول قريه في الجمهوريه، حل في جويلي 1956. وقتها لموا الاطفال من كامل الجمهوريه 960 طفل جابوهم من مطير. وقت جابوهم معناها تلقى بثلاثه اربعه يباتوا في فرش واحد، خاطر نومبر كبير. ومن بعد بشوي بشوي بدوا يحلوا في قرى اخرى، في حفوز نشوفوا قدامنا سلسله جبال خمير بكلها اشجار الفرنان والزان، واللي هي الزان هذا من اشهر الزان في تونس، وهذه كلها معناها سلسله جبال خمير. في الاطرف من غادي هذيك يسموها الحوامد، ولا تبع فرنانة الحوامد وبرشا مدن. هذه جبل الصلاح، جبل الصلاح في جامع اسمها الصلاح، كانوا ديما كل عام يزردوا له، يعملوا له زردة كبيرة ويذبحوا له فيها الحيوانات، تو ما عادش الزردة هذه تنحت. وهذيك كلها جبال، وهذه كلها جبال خمير، هذه كانت تنزل فيها الثلوج يتغطى هذاك الكل، ما عادش تشوف الزان والفرنان يتغطى، تولى كلها ابيض. سنين ما جاش، لا سنين ما جاش قبيله. نحن وقت اللي صورناك فما شويه تبروري. تعرفي اخر مره زاركم الثلج برشا برشا انا عام 2018 وصلت تقريب 70 ملم ديجا في وتيليشان، كان تعرفيون يبنوا فيه جديد. ثم ثلاثه كيران وحلو، ثم ما نجموش يجيبوا لهم الالات الكاسحه باش ينحوا له، ولو نحن مشينا جبناهم كل عائله بيت عائله باش بيتناهم في ديارنا، وشعلنا لهم الشمينيات وضيفناهم ضيافه باهيه. القصر هذا كان قصر الرئيس بورقيبة، كان يصيف كان في بنتير، واول اجتماع وزاري خارج العاصمه انعقد في بنتير، القاعه اللي مش نهبطوا لها هذيك قاعه الاجتماعات من أجمل القاعات. أنا أول مجلس وزاري انعقد خارج العاصمة انعقد في قصر بورقيبة من هنا في بنتير. الوزراء تاع تونس كل اللي كانوا وحدات جوا لبنتير وباتوا في بنتير، معناها وباتوا كل في القصر. يقولوا القصر هذا قداش فيه من غرفة؟ 99. كان فيه 99 غرفة. 99 غرفة. القصر هذا كان يسكن فيه الانجينيور اللي بنى السد. الانجينيور برانسيبال اللي بنى السد كان يقيم في القصر هذا. وكان المقيم العام في واحد يجي للقصر هذا، واول الاستقلال وقت خرجة فرنسا ولا قصر الرئيس الحبيب بورقيبة. كان الرئيس الحبيب بورقيبة يجي كل صيف يصيف في القصر هنا، وكان يمشي تحت السد، هوني ثم زوز حدائق تحت السد اجمل حديقه في العالم. الانجنيور هذا
جبلها الزهور والورود وحدات من كامل العالم. معناها كي تشوفي يحكي لي الكبار اللي خلطت عليهم انا ما خلطتش عليهم اللي يحكوا لي قال كي تشوفي من فوق السد تشوفي الحديقه كانك تفرجي في زربيه مفروش. وكان الرئيس كل ضيف يجي البنتير العشيه يعشي في الحديقه ذاك. كان عنده شوفير من الجنوب يهبط على السد ويهبط فك سنيه كان شفته كالحلزون يهبط ابيي حتى الحديقه. معناها كل عشيه يعشي تم. واي ضيف يجي لتونس ولا وزير ولا الوفد النساء السوفيتي ما قلت لك نساء كامل عشوا بحداثا في الحديقه. بيوت لها خاصيه، معمار فريد يتماشى مع المنطقه. هذا الطبع يمتاز بتناسق كبير يجمع بين خضرة الجبال اليانعة والأسقف الحمراء. منازل مغطاة بالقرمود الأحمر. القرمود عنده خصائص عديدة، هو يزيد من جمال شكل البيت، وتتم صناعة القرمود من الطين اللي يتم تجهيزه في الأفران الخاصة ويتم طلاؤه بعد هذه العملية باستخدام الرصاص والنحاس وزاد الرمل. والقرمود يمتلك العديد من الألوان، لكن معظم الأشخاص كانوا يستخدموا خصوصاً اللون الأحمر. وفوائد القرمود أنه هو يعمل كعازل لأشعة الشمس ويستخدم في رد وعكس أشعة الشمس، وزيدا يملأ البيت بالبرودة في فصل الصيف ويقوم بحمايته من الأمطار والثلوج في فصل الشتاء. وقبل ما نخرجوا من القرية كان لازم علينا نعملوا تحريشة مع فانواز ومع ملاوي بني مطير. ونحن في اتجاه الشلالات اللي هي من أجمل الأماكن اللي تنجموا تزوروها. أحسن دليل في مسارات المشي اللي وصلنا لشلالات بني مطير المحاطة بالأشجار المورقة والنباتات المتنوعة. مكان قطعة من الجنة، مياه تترقرق في بركة ذات اللون الفيروزي. هذه اسمها كاسكاد بني مطير. وجمال الطبيعة في هذا المكان عندها أوجه أخرى مختلفة، هي ملاذ الإنسان ومهربه من ضجيج الحياة. وتشعر فعلا أنه كأنه مكان جاذب برقرقة هذه المياه. وفي لحظة تشعر أنه مفهومك للحياة مختلف ويتغير بلمحة ولفحة ومن انتعاشة نسمة. لكن فما حاجة لفتتني وما نجمش ما نحكيش عليها. مع الأسف برشا من الناس اللي يجوا لهنا ما يقدروش الطبيعة ويستخفوا بالمكان ويعمدوا لإلقاء الفضلات، وهذا اعتداء غير مقبول على هذه الأرض الطيبة، وهو تخريب للجمالية وللنبات وفتك بروعة الطبيعة. الرجاء الوعي ثم الوعي والمحافظة على هذا المنتجع الطبيعي. هذا البرنامج بمساهمة فيجا. فيجا، عيش أحلامك. بين بني مطير وعين دراهم نحن في زوز من أجمل منتزهات تونس صيفا وشتاء. بشتروا مناظر تقطع الأنفاس، زرنا الوديان كما كنتوا تشوفوا شلالات وماشيين للعيون.
نهارين بين بني متصير وعين دراهم. مرحبا بكم في ريحة البلاد. فما شكون أطلق عليها اسم سويسرا الصغرى، وسط أشجار البلوط والصنوبر والزين والفرنان، بين منعرجات وأشجار يحد عين دراهم كل من فرنانة جنوبا وتبرقة شمالا وبلطة شرقا والجزائر غربا، وترتفع المدينة 1000 متر فوق سطح البحر، وتغطي ثلوج كل فصل الشتاء جبال الشمال الغربي. وسجلت عين دراهم رقم قياسي من حيث سماكة الثلوج، وتتميز البيئة المحلية بمناخ رطب تسجل فيها تساقط الأمطار أعلى النسب الوطنية، ومعدل الحرارة في حدود 6 درجات مئوية في فصل الشتاء و23 درجة في الصيف. وتكسو المدينة تشكيلة من نباتات وحشائش وأشجار الفلين والفرنان خصوصا. نحن في اتجاه عين دراهم باش نقضي الليلة هناك. يأتي الشتاء ببرودته، ويأتي معاه الحنين بدفئه. الضيد تلتقي بود مع هذه الفجوة اللي في الحائط، اللي هي أقرب بين موقد الحطب ومدفأة، تعطينا مزيج من المشاعر الجميلة. ذكرنا بموسم القصص والدفء اللي في الروح، واللي يكون أهم الحرارة في الجو. يمكن مش نستعير كلمات من محمود درويش يقول فيها: وللحنين فصل مدلل هو الشتاء. نحن عدينا الليلة في دار اسماعيل نور العين في عين دراهم، هذا الفندق الجبلي مع الموقد في غرفة المعيشة. وفقنا مع 6 متاع الصباح بمناظر رائعة. الإقامة هذه تبشرنا بلحظات من الاستمتاع بجمال الطبيعة في مكان فيه صمت رهيب في الليل وهيبة في الصباح. وهذا بقيت فطور الصباح قبل ما نبدأ نهارنا. نعود إلى المدفأة اللي في عين دراهم، تعدي معها الليلة وتقوم معها في الصباح زيدها، ولحظات من السعادة. وقت اللي تشرب قهوتك قدام الشميني، السير في الشوارع الباردة جميل جداً وسط انشاق عطر ورائحة الشتاء. الشتاء قادر على إسعاد كل شخص، يولد من قطرات الماء الأولى، وعد بزفاف كوني هو هذا المطر. وهذه حجرة أبي القاسم الشابي، وكتبدأ هوني فعلا تحس إلي هذا المكان ملهم. أبو القاسم الشابي شاعر الخضراء،
اللي اعتنى بالجانب الوجداني في الشعر العربي، واللي كانت مواضيعه كلها تجسد المذهب الرومانسي وتنوعت عناوين قصائده. ولكن يبقى هذا البيت المحفور على الصخرة حي في أذهان الجميع. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، فعشت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر. ويقال أنه أبو القاسم الشابي كان يقضي فصل الصيف في عندرة حتى يستريح من عناء المرض واستجابة لنصيحة طبيبه، واللي هو كان يجي في إقامات وجيزة سنة 1932. فعندرهم هي موطن الغابات والمكان المفضل للرومانسيين. يتنفس أبو القاسم الشابي الهواء اللي يسري في كامل الجسد، وهنا فعلا نحس كلنا بسكنة الصباح والضوء. درجة الحرارة اليوم لا تتعدى 6 درجات، وكما تشوفوا الضباب يغطي المكان. الهواء بارد جدا وعلى ارتفاع 1500 متر في الجو، موجة البرد كبيرة. وقالوا لنا أهل الجهة أنه موجة البرد هذه عادت منذ فيفري 1956. مرة أخرى الوسخ والتلوث في كل الأماكن، رغم اللي مكتوب الرجاء المحافظة على البيئة. راهو التلوث يسبب تغيير سلبي في البيئة الطبيعية، والنفايات تعمل احتباس حراري اللي نعيشه فيه اليوم، والنفايات تعمل على فقدان التنوع البيولوجي وتلوث الهواء والتربة. رجاء ثم رجاء الانتباه لكل ذلك. فما الحاويات والأكياس اللي نجم نحط فيهم النفايات. الطبيعة ما تتسعش للنفايات، أرجوكم. كانت منطقة عندرهم انطلاقاً لقاعدة عسكرية فرنسية، وهي المنطقة الثالثة بعد فرنانا ومزارة سردوك اللي كانت تفضلها القوات العسكرية، كما مثلت قرية تشمل المرافق الأساسية للمستوطنين كما التعليم والتجارة واستغلال الغابات إلى غير ذلك. وسنة 1892 من أولى البلديات التونسية القائمة أنذاك. وسنة 1930 ولت محطة سياحية متعددة الوظائف معدة لاحتضان المستوطنين الفرنسيين، المنح العائلية والإقامات والإدارات. طبيعة المدينة الغابية وموروثها الاستعماري كما الهندسة المعمارية والقرمود الأحمر فيها ميزات تدعم السياحة الداخلية. عندرهم فيها حرارة ملطفة في فصل الصيف، وغابة غنية بعدة حيوانات أبرزها الخنزير البري، ومسالك صحية ورياضية. السياحة البيئية والرياضية والاستشفائية ابتداء من سنة 1982 وبقرارات سياسية أصبحت المدينة عنصر من مشروع سياحة الكم اللي تربط الغابة بالبحر. هذه الكنيسة في مدينة عندرهم عمرها تقريباً 92 سنة، وهي تعتبر أحد أهم معالم البلاد. اليوم هي نادي ثقافي يعرف بالنادي الثقافي أبو القاسم الشابي. جبال خمير معروفة بصمودها في وجه الاستعمار، وهذا ديموس كان مقر لاختباء المناضلين اللي ساهموا في استقلال البلاد.
هذا سيدي عبد الله أبو الجمال على ربوة عالية. وهو من القادة اللي مروا في الغزوات، يحظى باحترام لما كان له من مزايا على البلاد، ويعتبروه أهل الجهة إنه كان عنده مجموعة من الكرامات وكان يقدم الأعمال الخيرية. هذك علاش كل سنة هذا المكان يتجمعوا فيه الزوار ويقيموا فيه زردات في مختلف المناسبات. ما يميز عند راهم المرتفعات والجبال. نحن في سيدي عبد الله، الفالي هذي هي أعلى نقطة في عند راهم، تقريب 1100 متر على سطح البحر. من غادي فما جبل البير، وجبل المقابل جبل الفرسيق، وجبل الخميرية، وجبل عديسة، وجبل منطقة لدهليل. على مدى زيارتنا لعين دراهم رينا عديد العيون. وفق عديد التفسيرات، فما شكون قال إنه العين تحمل اسم امرأة تدعى دراهم، واللي اسمها متأتي من عين ماء تسمى عين المال، وهي اللي استخدمها المخيم الفرنسي العسكري الأول. وتحيلنا على المخلفات المعدنية، مادة الرصاص اللي تطفو في بعض الأماكن واللي أعطت الماء لون فضي. حسب جان يوغو في كتابه صادر سنة 1975 لا تونيزي اجوردي، يقول أنه عين دراهم هي تسمية بربرية تعني مكان جمع ما يسمى ضريبة المرأة اللي لم تتزوج في عمر الزواج. في تلك الفترة كانوا يجمعوا الفلوس باش تتزوج المرأة هذيك اللي بالنسبة لهم فاتها سنة الزواج. وكانت أول امرأة اسمها دراهم، كانت جميلة جدا، واخطبها ابن عمها اللي رفضت الزواج منه، فوقع أسرها وهزوها لأعلى الجبل لقتلها. وقبل ما ينفذ فيها حكم القتل، طلبت أنها تنزل للعين اللي كانت مالحة وقت نزولها، وفجأة هبت عاصفة قوية وانفجرت العين وأصبحت ماء حلو واختفت نهائيا دراه. هذه أسطورة تتداول ومكتوبة في هذا الكتاب لجان إيغو، ومن وقتها ولا هناك احتفال بذلك. وقعت سنين طويلة اسمه عسل دراهم، خاطر الماء في كل رقعة من عين دراهم كان حلو برشا. وفما عادة توا موجودة، وهي تكاتف الجميع لكل امرأة تريد أن لا يفوتها قطار الزواج، فيساعدوها الأهل والجيران هناك. رافقني في الجولة سي الحبيب السعودي شهيرة يحيى، باش يحكي لنا أكثر على الغابة وعلى مجموعة من الأشجار اللي موجودة في المنطقة. من الماء أنا توا في عين المزاب اللي فيه المنتزه متاع سلولي محمد، والمنتزه هذا كانت ينونسيان كارير دو سابل، كانت فيها مقطع متاع رملة. وقت اللي خذيها السيدة ذايا غرس في الأشجار هذه كل من صنوبريات، من أكاسيا ميموزا، إيكاليبتوس غونفو، فوجير مال، هيليكسادرا اللي هو اللوي، ذايا نقول اللوي
اللي يطلع مع الشجرة وفيها رنداية هنا تحصلوا برشا أشجار برشا أنواع. هذه الظلل في الصيف الظلل على عندرام على فالبوحدادة هذه البوحدادة الصغيرون هذه بالنسبة للنبتة هذه البوحداد اللي هي لابريير معروفة ياسر في عندرام وتوى وقتها تسلي تبياض كما ثلج عمان تبياض وعمان تقوى البيوضة نتاعها يدل على أنه ثم ثلج باش يهبط معناها الثلج تاعو باش يزيد يهبط باش يهبط. وهذه من وقت جدودنا من بكري يقولون راهو يحك الشيب على الشيب حبينا نعرف واش معناها يحك الشيب على الشيب كانوا راهو كي تنور البوحدادة هذه راهو الثلج باش يهبط سير راهو الثلج باش يهبط وهاو توا هذيك هي البريود نتاع فيفري مارس ونجم يهبط الثلج حتى شهر مارس. هكا كانوا نهارين في بني متصير عين دراهم مناطق رائعة بثرواتها وجمال طبيعتها. الأجواء كانت شتوية بامتياز والأمطار كانت تتساقط من حين لآخر ومنعتنا من التصوير عديد المرات لكنها كانت منعشة. هذو مزوز أماكن إحدى الوجهات المثالية لكل محبي الاستجمام في ربوع المناطق الجبلية. مريم بن حسين تبوسكم من سكول. نتلقاو في محتوى آخر ومكان آخر من ريحة البلاد. ناتي جاوك مريق الأمور انترنت كونكتي كيما تحب ديما بزايد افونتاجات ناتي نتس جرو.